ترند الأوفيس لوك، ترند الشعر. يعني معقول جاكيت من الشعر؟ معكم دارين شاهين، تابعوني دايما على ياسمينة ضمن داري توكس فاشن. ثلاث ايام واختفوا. على شو عم بحكي؟ عن الماسك، قصدي عن العوينات. عوينات بالنسياغا الجديد يلي ساهم اكثر بالتسويق لالن هي كيم كارداشيان، عندما لبستن لما راحت تحضر الفاشن شو. اما سعرن ف 2500 يورو بس. ونعم اختفوا بكل الوانن من بعد ما نزلوا بثلاث ايام فقط. ترند الاوفيس لوك منتشر كتير بهالفترة، وشكله العالم مشتاق كتير يروح على الأوفيس من بعد سنوات الكوفيد يلي زهقتنا القعدة بالبيت. فكل شيء له علاقة بلوك المكتب جيبي، من الماج للبليزرز للقميص بكل ألوانها للعوينات والسكربيني. أما الترند يلي صار لسنين ما عم بقدر أفهمها فهي ترند الشعر. مو مدام مش شعراتك ولا شعراتي، مش شعر الراس أكيد. هالترند إذا شي شيبتلي شعراتي. يعني معقول جاكيت من الشعر، فستان شعر، بوتس وصندال مع شعر، وكرافات من الشعر. ومثل ما قلت لكم هالموضة منا جديدة، هي بلشت مع ألكساندر ماكوين عام 2000، ومن بعدها كمان ماكوين عام 2005، ورجعنا شفناها عام 2009 مع ميزون مارجيلا، وهالسنة شفناها عند جان بول غوتييه وسيمون غوشا، وكمان شفناها عند سكاباريلي وألكساندر ماكوين بالبوت. هلا حنحكي عن تو ترندز رجعوا على الموضة. اول شيء لكل اللي بحبوا يبينوا اطول، في لكم انه سنيكرز الكعب العالي رجع على الموضه، والاوفر سايز كمان على الموضه. كل ما كانت التيشيرت اوسع كل ما انت او انت على الموضه. وهلا عندي لكم خبريه، بعد مرور اسبوعين فقط من تخلي بيير باولو بيتشولي عن منصبه كمدير ابداعي لفالنتينو، حيث انه المدير الابداعي السابق لغوتشي اليساندرو ميكيلي هو خلف بيتشولي. واخيرا وبسبب كثره الزوم ميتينج، دراسه قامت فيها تيليغراف البريطانيه بتاكد انه صاروا الرجال يستعينوا بالبوتوكس والفيلرز مثلهم مثل النساء. وبيستعين الرجال بالبوتوكس بالمناطق الممتده حول الشفاه والجبهه اكثر شيء، وهيدا مش كل شيء، حيث اصبحت موضه البايات دارجه عند الرجال اكثر من النساء. نعم يعني لحقنا بكل شيء جلوي ليظهروا جمالهم. بالنهاية أنا أكيد مع الاهتمام بالمظهر والجمال عند الرجل تماماً مثل عند المرأة، والموضة موجودة لتحلينا وتخدم طلتنا وتساعدنا نظهر بمظهر أنيق ومقبول قدر المستطاع، وكل شي حلو كتر منه. كان معكم دارين شاهين، تابعوني دايماً على ياسمينة ضمن داري توكس فاشن.